هكذا إذن رسم سعيد قصة نجاحه. بهذا الإنجاز اختتم رحلة طويلة من الكفاح والعمل، الأهم من ذلك الدعم والإسناد الذي شاهدناه من سعيد لبناته التي شجعناها بكل ما يستطيع لإكمال تعليمهن. تحية لك الوالد سعيد، وإن شاء الله ترى ونرى جميعا بناتك الأربع وهن منارات مضيئة في هذا المجتمع. ربما أن القصة مؤثرة، يعني ما أريد أن أقوله أن الوالد سعيد ونحن نتابع القصة العالم كله يعتقد في بناته الأربع أنه إذن نطلع فاصل يا شباب.